بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة المرحلة الثالثة لهندسة المرور، مرحبا بكم في الجزء الرابع والأخير من الموضوع الخامس اللي متعلق بدراسات الحجوم والسرعة والترافل تايم والديلي. بعد ما أخذنا شلون نحسب مؤشرات السرعة، راح ندخل اليوم بالطرق حساب السرعة، شلون نحسبهن شلون نستخرجهن، شلون هاي الاوبزرفيشنز نحسبهن بالموقع. بالحقيقة عندنا طريقتين، نقسم الطرق إلى طريقتين رئيسيات: طرق نستخدم العد اليدوي وطرق تستخدم العد الميكانيكي. واضح بالعد اليدوي، يعني عندنا يعني طرق يدوية، طريقة الأعلام أو طريقة استخدام الرادار بشكل فردي، ونسجل السرعة ومن ثم نسوي لها بروسس مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة. الطرق الأوتوماتيكية حقيقة أكو عدة طرق، منها طريقة الرود ديتكتر. والرود ديتكتر واحدة من أشهر الأنواع، نستخدم بها البنيوماتيك رود لوب. نشوف هذين اللوبين موبين مطاطيات، نحطها على مسافة معلومة، وبالحقيقة بعد وهي مربوطة يعني منظومة، فمتى ما إطار المركبة ضغط علولة، يعني التيوب هذا فارغ، فتصيح تروح طلسة مع الهواء للمؤشر، فتبين الزمن اللي دخلت به من الأولى والزمن الثاني اللي راح تدخل به للثانية. فبالتالي نقدر نحسب مسافة عندي وفرق بين الزمنين، وبالتالي أقدر أحسب السرعة. الطريقة الثانية طريقة الانديكيتيف لوب. بالانديكيتيف لوبز يمكن أخذناها سابقا، مجال مغناطيسي، نسوي لوبات على شكل مجال مغناطيسي. مرة أخرى من تيجي المركبة تقطع المجال المغناطيسي، نسجل به الزمن، ومن البمبر يقطع الجزء الثاني هم نسجل به الزمن، الليبس تايم بين ذن الثنين الزمنيين راح يبين الزمن والمسافة. عندنا طبعا انديكيتر موجود، نحن نحسب مسافة وزمن، وبالتالي نقدر نحسب السرعة. الطريقة الثالثة أو الطريقة الثانية، يعني مو بالرود ديتكتر، مو على الطريق نفسه، نحطهن على أبراج أو على أعمدة. طريقة الرادار بيست ترافيك سنسرز، رادارات جيدة بهذه، تدون رادار يدز أمواج، فيقدر يحسبها بالزمن الأول ومن ترجع. يقدر يحسب بطريقة المثلثات، نقدر نحسب سرعة المركبات. طبعا يسجل عندي لكل مركبة، ومن ثم أجمعين وأسوي لين بروسس مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة. أخيرا طريقة الإلكترونيك برنسبل ديتكتورز، استخدام التقنيات الإلكترونية، ومنها أشهر الكاميرات. وبالإيمج بروسيسنج نقدر نشوف شلون نقدر نحسب السرعة، نسوي كابشن للمركبة، وعندنا فد لاينين نحطهن أول وثاني، ومن ثم نستطيع بين اللاينين لأن أنا أعرف المسافة وأشوف شو وقت تحسس بدخوله وشو وقت خروجه، مسافة وزمن أيضا أقدر أحسب السرعة. بطرق مختلفة الحقيقة دا تتطور يوم بعد يوم، وحجم الداتا اللي دا نحصلها كلش عالية، وأكيد كل ما تكون عالية كل ما تكون الدقة أعلى، ونقدر نمثلها كل الأوقات، أوقات البيك أوقات خارج البيك، وبالتالي تساعدنا بالتحليل. من المؤشرات الأخرى اللي أيضا مهمة بتحديد الكفاءة هو الترابل تايم والديليز. عادة الترابل تايم معروف هو الزمن اللي نحتاجه حتى نقطع مقطع معين من طريق، ايش قد نحتاج زمن نقطعه. وهذا عادة نطلع من يعني من نطلع الترابل تايم نطلعه ويا مجموعة انفورميشن إضافية حتى نستفاد من عدين. من أهم هذا الانفورميشن وين اللوكيشن دا نسولف عليه، ويا فترة ضمن يا فترة، يعني فترة النهار، فترة الزحام الصباحي، فترة الزحام المسائي، أو هكذا. وأيضا هاي الانفورميشن تطلع شنو أسباب الديلي. إحنا نجمع مجموعة معلومات نستقرأ أسباب الديلي اللي سببت لنا التأخير بالمركبة.
الحقيقة هاي المعلومات من تكون عندنا كلش باليد ومتوفرة، هذا التجميع المعلومات راح نقدر نعكسها على فد مؤشر راح نسميه إن شاء الله ناخذه بالمستقبل بشكل أكثر دقة، نسميه level of service، مستوى الخدمة. مستوى الخدمة كل فاسيلتي عندنا بالهندسة المرور تقدم مستوى خدمة، عادة يقسم إلى 6، جريد A هو الأفضل، جريد F هو الأسوأ، وبينات انت تحرك الجريدات نزولا من الأحسن إلى الأسوأ. هذا بالتالي نحط احنا مؤشر ونشوف شنو الأسباب ونحدد حتى نقدر نقارن ونقدر نحل المشاكل المرورية اللي تواجه الفاسيلتيز مالتنا اللي هي الطرق، يعني whatever intersection، نشوف شنو اللي دا نحكي عليه، سابلة، ترامز، وهكذا. عندنا مؤشرات اللي كم من إن شاء الله هندسة مرور يقدر يعني دراسات عليا يقدر يطلع عليها بشكل أكثر. الترافل تايم مرة أخرى تعريفه هو الزمن اللي تستغرق مركبة وتقطع في السكشن معين من هاي واي، وهذا أكو جزء من عنده. أكو عندنا جزء من الترافل تايم نسميه الرننج تايم اللي هو الأكتوال تايم المركبة تكون بي يعني ان موشن دا تتحرك، لأن المركبة ممكن تمشي وتقدر توقف لسبب أو لآخر، هسه نشوف الأسباب. فالزمن اللي المركبة تكون دائما هي وهي متحركة مو واقفة نسميها running time. أيضا عندنا تعبير راح نسميه delay، هو الوقت الضائع يعني الوقت lost time، هو lost time اللي تخص المركبة نتيجة أسباب خارج إرادة السائق، مو هو راغب بأن يتوقف، لا، أو يضيع من عنده جزء من الوقت، لا، أكو أسباب داخلية وخارجية هسه نشوفها تسبب، مو هو راغب بها، يعني مجبر عليها. هذا اللوست تايم، هذا الفرق راح نسميه الديلي. الديلي عادة على عدة أنواع، جزء نسميه operational delay. الoperational delay هو يعني هو جزء من الوقت، جزء من التأخير اللي يسبب إقحام الـ impedance of other traffic، إقحام الترافيك الآخر، وهذا الإقحام ممكن يكون inside friction أو side friction. مثلا أنا بدي أمشي بالمركبة الأمامي يريد يسوي باركينج فيبطئ، فأنا مجبر على أن أنا ما أبطئ وياه، أو أنا بدي أمشي بالمركبة واحد كان هو بارك ويريد يدخل للشارع يطلع من عملية يعني وقوف الجانبي بالطريق، يريد يلتحق ويمشي بالطريق، هذا نسميه سايد فريكشن، هذا ممكن يسبب لنا ديلي. واكو دورات لا، مو قضية سايد فريكشن، هو انترنال فريكشن، هو التماحك او المماحكة عفوا بين المركبات، وهذا الكومبيتيشن اللي بيناتها، وخاصة من يوصل السعة يعني من توصل الحجوم المرورية قريبة من السعة يصير في الممحكة عالية فتسبب أوقات تأخير أوقات ديلي. أيضا عندنا نوع نسميه stop time delay. الستوب تايم ديلي هو الوقت اللي تكون به المركبة الريست، أوكي، المركبة واقفة بشكل تام، يعني عكس الرننج تايم ديلي. شوف ذاك الرن تايم، سوري، المركبة بالحركة، هذا المركبة الريست. عندنا أيضا نوع نسميه الفيكس ديلي. الفيكس ديلي هو أكو زمن ثابت، هذا الزمن نتيجة وجود الكنترول ديفايس مثل الإشارات المرورية، بغض النظر يعني عن أن الشارع بيزدحم ما بيزدحم، أكو زمن ثابت أنا دائما أخسر لأن أمر بهذا التقاطع، وهذا التقاطع بأحمر يعترق، وبالتالي أكو يعني تسبب أي كنترول ديلي واحدة من هذه الإشارات، هذا راح نسميه فيكس تايم ديلي. وعندنا أخيرا الترافل تايم ديلي. الترافل تايم ديلي حقيقة هو الإليبس تايم، يعني راح شلون نحسب أنه هذا بيت ديلي او مو ديلي هذا الشارع. نقود المركبه بوقت طبيعي، وقت بي مو كونجستشن، ونمشي على معدل السرعه تمشي بين المركبات، ونحسب ايش قد زمن استغرقنا، ومن ثم نحسب الوقت باوقات الازدحام
او اوقات الكونجشن، نشوف ايش قد استغرقنا. اكيد الوقت اكثر، الفرق بيناتهم هو هذا الديلي، هو هذا الديلي بين من امشي بوقت ان كونجستد وبين الوقت اللي كونجستد، الفرق بيناتهم هذا يمثل لي ترافل تايم ديلي. اللي على مود نقيس الترافل تايم والديلي عندنا عدة طرق، طرق مختلفة. هذه الطرق تتراوح من عندنا الطرق اللي نستخدم بها المركبات وطرق ما نستخدم بها المركبات أو نسميه التسويكر. من الطرق اللي نستخدم بها المركبات حقيقة ثلاث طرق. الطريقة الأولى طريقة الفلودينج كار. بالفلودينج كار شو نسوي؟ ناخذ المركبة ونروح على المقطع الطريق اللي احنا معين نريد نقيس به الترابل تايم، ونمشي بالمركبة والراعي التالي نحاول عبور أو اجتياز عدد مركبات بقد عدد المركبات اللي اجتازتنا. يعني إذا اجتازني واحد أروح اجتاز ثاني واحد آخر، يعني أزود سرعتي لأن اجتاز واحد. إذا اجتازوني اثنين أروح يعني أزود سرعتي لأن اجتاز اثنين. بهذه الحالة راح نضمن أنه أنا مشيت كأنه متوسط سرعة، كناس تغلبني وكناس أنا غلبتها، فبالتالي راح أمشي بمعدل سرعة المقطع وبالتالي أحصل على الزمن. طبعا أكرر هذه العملية أكثر من مرة وأخذ المعدل يمثل لي هذا الأفريج ترابل تايم اللي ناخذه. هذه بطريقة الفلودينج كار. عندنا طريقة ثانية الأفريج سبيد. بالأرج أفريج سبيد نحاول، هاي رادنا واحد يعني إكسبرت، نحاول نمشي بسرعة ضمن مرة أخرى بالطريقة اللي أنا أريد أقيس بها الترابل تايم، أمشي متوسط السرعة اللي تمشي بها الناس، لا أمشي كل السريع ولا أمشي كلش بطيء. أنا عندي يعني خبرة وعندي مراقب هذا الشارع كلش جيد، فبالتالي أمشي بهذه. أكرر هاي العملية أكثر من مرة راح أحصل عدة قراءات وأخذ المعدل مالتها، راح يمثل لي معدل الترابل تايم. طبعا من أريد أحسب الديلي مرة أخرى بالحالتين، يعني بالفلودينج كار بالأفريج بكل الباقيات، مرة أحسبها بالكونجستد مرة أوت أوف كونجستد تايم، والفرق بيناتهم راح أقدر أحسب الديلي. الطريقة الثالثة اللي نستخدم بها مركبات هي طريقة الموفينج فيكل تكنيكس. بالموفينج فيكل تكنيكس راح نسوي التالي، راح نصعد بمركبة، نفرض انه انا دا اتحرك عندي في الطريق سكشن من الطريق اريد اقيسه، راح نسوي لوب نروح ونجي على نفس المكان ذهابا وايابا. خلينا نفرض اكو فد مقطع من الاكس اكس هذا للواي واي، نشوف هذا اكس اكس والواي واي، واني دا اتحرك من الاكس اكس للواي واي راح اخذ مجموعة قراءات. رقم واحد راح اقرا الزمن اللي احتاجه من اقطع من الاكس اكس للواي واي، راح اسميه التي اس لان انا اتحرك باتجاه الاس. اوكي، طبعا اكيد من اتحرك من الواي واي للاكس اكس راح احسب التي ويست، الزمن اللي انا امشي باتجاه الويست بوند. اوكي، ايضا انا ودع اتحرك من الاكس اكس للواي واي، أنا وأمشي أحسب المركبات بالاتجاه المعاكس هنا، بالاتجاه المعاكس إيش قد عدد مركبات أنا هنا موجود بهذا الاتجاه، أنا مركبتي هنا، أنا وأمشي يبدأ المركبات يتجاوزني إيش قد يعبرني، لأن المركبات أحسب عدد المركبات اللي عبرن، راح نسميه NS اللي هو عدد المركبات بالاتجاه المعاكس وانا اتحرك من اتجاه لاتجاه. فهنا لان انا اتحرك باتجاه الاست، فالمركبات اللي رايحات باتجاه الويست راح اسميهن ان است، يعني هاي نقطه مهمه اللي عبرن، يعني المركبات اللي عبرن بالاتجاه المعاكس. ايضا انا ودا اتحرك باتجاه الويست رايح من الواي واي للاكس اكس، احسب عدد المركبات اللي راح اسوينهن بالويست بوينت وسويتهن اوفرتيكينج اللي عبرتهن انا جاوزتهن، عفوا اوفرتيك اللي جاوزني، ونفس الوقت احسب عدد المركبات اللي انا جاوزتهن الباسنج او الباست فيكل هم راح احسبهن. طبعا
بالاتجاهين انا راح احسب كل ذن، يعني انا وهذا الاتجاه احسب الاوبوزيت، احسب ايش قد عبرني، ايش قد انا عبرت هين، وايش قد بالاوبوزيت، اروح بالاتجاه الثاني وهكذا، اعيد هاي العمليه اكثر من مره حتى اخذ المعدل مالتهن، وراح نشوف في المثال حتى يكون عندنا واضح ان شاء الله راح ناخذه. ايش نستفاد من هذه القضيه؟ نقدر نحسب الحجوم المروريه ونقدر نحسب الترافل تايم. اوكي، الفوليوم الحجوم المروريه هو عباره ايش قد عدد المركبات اللي انا دا اتحرك كنت باتجاه الاس وهن كان يتحركن بالاوبوزيت، زائد ايش قد عدد المركبات اللي عبرني ناقصا عدد المركبات انا عبرتهن من كنت انا باتجاه رايح باتجاه الويست، على معدل الزمن او الترافل تايم بالاست وبالويست. والترافل تايم هو معدل الترافل تايم انا اللي حسبته، هسه راح نشوفه بالجدول، ناقصا قد عدد المركبات اللي تجاوزني ناقص عدد المركبات اللي انا تجاوزتهن على الفوليوم بالويست. طبعا نريد نحسب بالاس، مجرد دني البارامترات تقلبين راح ناخذ الفوليوم مات الاس يساوي لنا عدد المركبات بأوبوزيت بالويست. هنا نغير هاي بالويست وهاي نغيرها بالاست وهاي نغيرها بالاست، هذا طبعا نفسه ما يتغير لان هو مجموع. نفس الشيء بالترافل تايم بالاست، نريد نحسب بالاس ناخذ الترافل تايم بالاست هاي بدال هاي الدبليو، ناخذ الاوفرتيكينج بالاست والباسنج بالاست والفوليوم بالاست. خلنا ناخذ مثال حتى تكون واضحه مسوي أنا فد 8 لوبات، 8 مرات 8 دورات، ممكن تتحرك باتجاه الأسورد وبالويسورد. أوكي، وأنا وجي حسبت أول وحدة بالدورة الأولى احتاجية الزمن دقيقتين و 75، وأني تجين أتحرك باتجاه الأس بالأوبز سايد كان أكو 80 مركبة، وعدد المركبات اللي عبرني وانا دا امشي باتجاه الاست وحده، وعدد المركبات اللي عبرتهن ايضا وحده. طبعا من اخلص اللوب الاول راح اتجه وين؟ اروح لللوب الثاني، هنا تحركت وين؟ باتجاه الاست، لان كنت اول مره اتحرك بهالاتجاه باتجاه الاست، هسه راح اتحرك باتجاه الويست. هاي بالدوره الاولى، بالدوره الاولى استعجيت زمن بالويست 2.95، وعدد المركبات بالاست اللي انا شي اتحرك بهالاتجاه وهن كانوا يتحركن بهذا الاتجاه 78، عدد المركبات اللي تجاوزني 2، عدد المركبات اللي تجاوزتهن 0. راح انتقل من ثم وين؟ لللوب الثاني، راح ابدي بالاست. شوف المركبه يعني قضيه لوب، بدي اروح وارجع اروح وارجع اروح وارجع 8 مرات، وهكذا لذن القراءات كلهن. إذن جمعت لكل يعني اللوبات، من خلص الثاني راح أروح للثاني هذا وهكذا، وأنتم من هذا لهذا وهكذا للباقيات. على العموم أجمع كلهن راح أطلع المعدل، معدل الزمن، زمن رحلة الترافل تايم من إحنا نتحرك بالإس هو 2 point، يعني جمعت ذن الثمانية قسمتن على جمعت ذن الأرقام قسمتن على 8، كل جمعهن أقسمن على 8، المعدل 2.85، معدل المركبات اللي تحركن يعني تيب أو نسميه الـ NS هي 79.5، الـ OS هو 1، الـ PS 1.5 نفس الشيء، الـ P West 0.875، الـ O West 1.25، الـ N West هي 82.29، والمعدل Travel Time بالـ West هو 3.07. هذا نكون راح أطبق بين القوانين، طبعا هذه اللي ستكلمت عليهن كلهن، كل القيم ذني كل المأخوذات، شوفوا هذه من هذه وهذه من هذه وهكذا للباقيات كلهن. 79 واضح من هنا، 82 هذه الـ NWS وهكذا لكل الباقيات. هيئتهن جاهزات عندي، راح أطبق قوانين مرتين لكل واحد من عندين. أنا راح أحسب الفوليوم بالـ est،
راح استخدم ال N S مثل ما أخذنا القانون بال O ال P W في 60، هذا معامل تحويل لأن بالدقائق، وإحنا راح تطلع عندنا الفوليوم بالأور، على مجموع معدل مجموع ال travel time بالS وبالWest، راح يطلع لي الفوليوم بالWest هو 810. أنا استخدم التقريب لأن ما عندنا بالفوليوم يعني بوينت، ما عندنا كذا مركبة ونص، فنقربها هو 810. بينما بالفوليوم بالS، شوفوا قلبت الإشارات، قلبت الإشارات، وأنا أقلب الإشارات شوف الـ N صارت West، الـ O صارت Est، الـ P صارت Est، وهكذا هذا نفسه ما عندي إشكال بي. أطبقه راح تطلع عندي 829 مركبة، نفس الشيء يستخدم التقريب. الـ Travel Time مات الـ West، هم راح أطبق القانون، أستخدم الـ P والـ O W على الـ Volume اللي حسبته قبل شوية من هنا. أوكي، راح يطلع عندي 3 minute، واحسب التي بالاست هم نفس الطريقه، بس اقلب الاشياء اللي اخذتها بالاست هالمره، والفوليوم اللي حسبته قبل شويه راح احسبه 2.9 مينت. واضح القضيه؟ يعني كل بارامترات استخدمها. طبعا هذا قسته بوقت معين، خلينا نفرض هذا وقت الكونجشن، افرضه وقت لا خم اقيسه مو زحام ان كونجشن، فرضه هسه وقت الزحام طلع عندي 5، والوقت خارج الزحام 3، إذا الديلي هو 2 منت كمعدل لكل المركبات اللي جن بهذا بنتحرك باتجاه الويست. وفرضوا هذا مثلا كان 6 على سبيل المثال، إذا 3.1 هو منت، هي قيمة الديلي تايم من نتحرك باتجاه الاست، وهكذا نحسب الـ travel time ونحسب الـ delay. هذين الطرق الثلاثة مرتلق الـ floating car والـ average car والـ ذني اللي خدناهن، كلهن ذني نحتاج به المركبات. عندنا طرق ما نحتاج به المركبات، طرق method required يعني ما تحتاج not required testing vehicle. من أشهرها طريقة license plate observation. بالlicense plate observation كل اللي راح نسويه نجي للمقطع الطريق اللي رينا نقيس به الترابل تايم. الناس مجموعة راصدين يبقون بداية الطريق، مجموعة بنهاية الطريق، أو إذا أكو فشي بالوسط عم يريد يقيسوا هم يبقون. اللي راح نسويه اللي شخص اللي موجود بالبداية أو هم الأشخاص الأوبزرفيشن يأخذون الأرقام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، يسجلهن ويسجل مقابلهن الوقت الدخلن بيه لهذا الشارع. الشخص اللي واقف في نهاية الشارع هم راح يسجل طبعا الثلاث أرقام الأخيرة أو الأربع أرقام الأخيرة ويسجل زمن. راح نجمع للمركبات، فراح نعرف يعني نرجع للمكتب نصفي الشغل مالتنا، نسوي ماتشنج بين الارقام، نشوف هاي المركبه اللي دخلت بهيك وقت خرجت بهذا الوقت، فنعرف اللبس تايم مالتها اللي قضتها بالطريق لمجموع الاوبزرفيشن اللي اخذناهن، راح نقدر نطلع كافريج، وعاده يعني ما ياخذون اقل من 50 قراءه. إذا عندنا 50 قراءة أو أكثر فيعني تعطينا قراءة دقيقة، وهذه طريقة معتمدة. طبعاً بالتطور التقنيات الحديثة ممكن الكاميرات تسوي لنا كوبشن على الرقم، ونحط كاميرا بالبداية ونحط كاميرا بالأخير، وهي تسوي أوتوماتيكالي ماتشنج وتقدر تحسب لنا الترابل تايم. طريقة ثانية طريقة الانترفيو. طريقة الانترفيو حقيقة مقابلات تصير على الشارع، بيرادلها شوية حرص عالي من لأن الانفورميشن راح أخذها من الناس، راح أسألهم وش قد الوقت اللي يستغرقوا عادة بهذا الطريق، وشنية أهم المعوقات اللي يعتقدوها تسبب الديلي، أسباب الديلي باعتقادهم، أسجلهن أجمع قراءات وأخذ المعدل مالته. بالحقيقة هذه الطريقة يعني كلش تعتمد هواية على يعني جد الناس اللي يسلم على مستوى عالي من المسؤولية، بحيث يعطوني أرقام دقيقة لأن تأثر بشكل كلش عالي يعني الأوبزرفيشن مالتهم أو المعلومات اللي يدلون بها. الطريقة الثالثة اللي ما أحتاج بها مركبة طريقة استخدام الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم،
الفوائد مالتهن، وقلنا هاي الانتليجنت ترانسبورتيشن سم واسعة، كلش واسعة، استخداماتها تقنياتها كلش عالية. من التقنيات اللي نستخدم بها حساب ترافل تايم هو طريقة، اكو مجموعة تقنيات تسميها التليماتيك. بالتليماتيك راح نستخدم بروسيسنج لمجموعة داتا اللي ناخذهن لحركة الناس والأشخاص، ونجمع ونحلل ونخزن كل المعلومات اللي نطلعها من هاي التقنيات مالت التليكوميونيكيشن او التليمارك. طبعا المعلومات هي اوريدي متوفره مخزونه، ومعلومات كلش عاليه تفيدنا بشكل واسع. يعني هاي تم يعني بالفترات الاخيره تستخدم، يعني شركات الاتصالات، هسه انا على سبيل المثال راح اذكر تقنيه الاتصالات، تبيع هاي المعلومات مو بس للاغراض الطرق، للاغراض الامنيه، لاغراض التجاريه، استخداماتها كلش واسعه. نسوي مودلنج للمعلومات وبالتالي نقدر نستخرج معلومات عاليه. خلينا نشوف من عندنا بهندسه المرور شلون اعرف الترافل تايم. خلينا نشوف واحده من التقنيات مال التلي كوميونيكيشن، تقنيه السيرفون، الهواتف الخلويه. جنابكم تدرون انه عادة بالهواتف الخلوية، ليش سموها خلوية؟ لأن كل برج يغطي منطقة معينة ومترتبة، لو مبوعين على شكل خلايا. لو نشوف هاي المناطق راح تترتب على شكل خلايا، أوكي، لذلك يسموه سيلير فون. هذه الأعمدة شلون تشتغل؟ بها تقنية، أكو ترانز، يعني الهاتف النقال يرسل ويستقبل إشارة من البرج، أوكي، فحتى يحافظون على، يعني عندهم قوة الإشارة إلى حد معين، لازم يحددون مكان التليفون. فبالتالي لأن هذا استقبال واستلام بشكل تام، دائما نعرف أكو شيء نسميه البيس ستيشن، هي تحدد هاي بالبيس ستيشن، من الإشارة تنزل عن حد معين تنقل الموبايل على عمود، على برج اخر. فبالتالي كود نعرف البوزيشن مالته حتى نقدر نعرفه، اوكي، تستخدم هذه الطريقه. فقلت مرت اللوخ لو بطريقه الاقمار الصناعيه او بطريقه الابراج، وراح نعرف قد المسافه عن البرج، التليفون هو يتحرك، راح اقدر اعرف بالمثلثات او بطريقه الاشاره اذا التليفون وصل هنا راح اعرف مكانه. فبالتالي طبعا موجوده تقنيه الجي بي اس، جيوغرافيكال بوزيشننج سيستم او جلوبال بوزيشننج سيستم، من عندها لان هاي تعطيني الدقه مالتها بين 15 الى 90 فوت الدقه مالتها المكان الان بي. فبالتالي وانا بالطريق اقدر اعرف البوزيشن مالت بالزمن المعين مات الهاتف النقال، وبعدين بنهاية الطريق هم أقدر أعرفه ماتشنج للمعلومات، فأقدر أعرف المسافة وأعرف الزمن بين القراءة الأولى والقراءة الثانية، فزمن ومسافة مرة أخرى راح أقدر أعرف الترافل تايم، وأقدر أحسب السرعة، إيش قد واحد قضى وقت هنا وإيش قد السرعة، وتستخرج المعلومات كمية هائلة من المعلومات إذا توفرت، رخيصة ودقيقة إلى حد كبير. ممكن نستخدم طريقة مرة أخرى، طريقة المثلثات أو طريقة الجي بي اس بالحسابات، المهم وتفر معلومات موجودة ومتوفرة والتقنية توفر لنا إياها بشكل واسع. وحقيقة بالأيام القادمة يعني راح تكون هذه التقنيات كلش كلش عالية، ودعت تستخدم، يمكن شفتوا بالفترة الأخيرة يعني بجائحة كورونا شلون الصين استخدمتها بشكل عالي لتحديد الأشخاص، معرفتهم كذا. يعني هذه معلومات رخيصة وعالية الدقة، ونقدر نستفاد من أداة بشكل عالي، ومنها استخداماتها بهندسة المرور، وبشكل أدق باستخدامها نقدر بشكل حسابات الترافل تايم وحسابات الديلي. شكرا جزيلا، ونلتقيكم في محاضرات لاحقة.